صراحه انا اش نقول لك، انا دير بي ديما كيبقى اول الباصه ديالو هي كازا ان شاء الله، هي كازا. وممكن نتمنى ان شاء الله ان الفرق الا مشاو لعبوا في الديربي تما ان يقدموا شي اداء زوين، والجمهور انه الصعيب هو الجمهور يمشي لتما، لان الشعب راك عارفه الغالب الله يرضيك. وصعيب انك دير بلاصه الامارات باش تلعب ديربي في الامارات، احسن حاجه هو الديربي ديما يبقى في بلادو، يبقى في كازا، يبقى ديما في دونورش. الديربي بغينا في كازا، وداروا بفعل بوال وخلاو لي الدولار صدو، ودابا شو شحال ديال الجمهور باقا برا، هادشي ماشي معقول. والوداد اليوم جا الزهر ان شاء الله. والديربي بيضاوي خصو يتلعب في كازا، هو بيضاوي يعني خصو يتلعب في كازا. الديربي معروف كان من احسن 10 ديربيات في العالم كيتلعب في كازا، الجمهور ديالو هو اللي كنطلعو. ديما الديربي مؤخرا كيسالي مسرحيات واحد واحد، يا اما كيعطيوها للرجاء واحد، ولا كيعطيوها للوداد واحد، يعني ولا بحال السوق. دابا الديربي كامل ولا بحال السوق. الديربي هو الجمهور البيضاوي، هو رجراد ولا الوداد، خصو يتلعب في المغرب، خصو يتلعب في كازا، خصو